أنجزت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في 25 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، 15 مشروعا بقانون وثمان اقتراحات بقانون وثلاثة مراسيم بقوانين، فيما أولت اللجنة اهتماما بدعوة الوزارات والهيئات وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية وممثليها لمناقشة مرئياتهم وملاحظاتهم والإجابة على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء من أجل التوصل إلى القرارات المناسبة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى. سعادة الدكتورة، بعد التحية، لو تطلعينا على أبرز التشريعات التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وجهود لجنتكم الموقرة في إنجاز هذه التشريعات وإصدار تقاريرها بالقرارات المناسبة. أمسي عليكم أخي الكريم وعلى جميع المشاهدين الكرام بالخير. كما تعلمون، لجنة الخدمات هي اللجنة المعنية بنظر التشريعات اللي تمس الأسرة البحرينية بشكل مباشر، مثل قوانين التعليم والتدريب المهني والإعلام والخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والعمالية وغيرها. طبعا في دور الانعقاد المنصرم، هذا الدور كان دور مليء بالتشريعات المهمة وبخاصة المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، الله يحفظ الجميع إن شاء الله من هذا الوباء. من أهم قوانين معالجة تداعيات الجائحة وكان لها أثر كبير على البحرينيين وأسرهم، هم طبعا المرسومين بقانون رقم 20 و30 لسنة 2020، واللذان يهدفان إلى دفع نسبة 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم والعاملين في القطاع الخاص. استفاد منهم قرابة 60,000 مواطن و10,000 مؤسسة. لله الحمد، كان لهذان المرسومان الأثر الطيب في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر البحرينية وملاك الشركات من البحرينيين اللي تضرروا من تداعيات الجائحة. أيضا من التشريعات المهمة اللي أقرتها اللجنة مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020، واللي يعزز من مكانة التعليم العالي في البحرين، وأيضا يعطي مزيد من الاستقلالية لمجلس التعليم العالي. بالنسبة للاقتراحات بقوانين واللي هي من الاختصاصات الأصيلة لأعضاء مجلس الشورى، اللجنة بحثت عدد من هذه الاقتراحات، ومنها الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، وهذه قانون يعزز من مكانة البحرين في مجال السياحة العلاجية. طبعا كل هذه التشريعات وغيرها الكثير من رصيد عمل اللجنة لم تتحقق إلا بتكاتف فريق البحرين المصغر في لجنة الخدمات من أعضاء اللجنة وأمانة السر والكادر الإداري والقانوني والفني بالأمانة العامة لمجلس الشورى. أيضا أود إذا تسمح لي أن أغتنم هذه المداخلة، نعم، لأشكر السلطة التنفيذية على حرصها بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجان المجلس على وجه الخصوص. فلجنة الخدمات من اللجان اللي تحرص دائما على الاستئناس بمرئيات مختلف الجهات المعنية، إن كانت حكومية أو أهلية، بجميع التشريعات، وهذه طبعا من أجل بلورة التوصية والقرار المناسب. طبعا كان دور الانعقاد المنصرم دور ناجح، دور حافل بالكثير من التشريعات المهمة، نعم، واللي طبعا جميعنا نتمنى أن يكون لهذا الحصاد أثره الإيجابي بمسيرة التقدم البحرينية. بكل تأكيد سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس، جهودكم مقدرة ومشكورة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات.